وفوجئنا النهارده العصر كده او الظهر بخبر انه طائره مصر للطيران التي تقلع من مطار القاهره متجهه الى موسكو العاصمه الروسيه عادت ادراجها بعد قليل من اقلاعها الى المطار. ايه السبب؟ السبب هو جواب من مجهول بتهديد. وطبعا الاوساط في الطيران قلقت، واحنا كمواطنين وشفنا على السوشيال ميديا طبعا ذعرنا، لان الحاجات دي ما فيهاش هزار. احنا الحمد لله خلصنا بكتير من الارهاب والحاجات الارهابيه والانفجارات ومش عارف ايه بقدر كبير، ومصر استطاعت انها تحقق انتصار كبير جدا 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 على الارهاب. الحمد لله الحمد لله الحمد لله. طبعا ما فيش حد بيعمل انتصار 100% على الارهاب، لكن في النهايه حققت انتصار وخنقته وبتستأصل جذوره دلوقتي. فالحمد لله انت في حته كويسه، ربنا يديمها علينا نعمه ويحفظنا ويحفظ المصريين ويحفظ البني ادمين كلهم والانسانيه كلها من اعداء الانسانيه ومسفكي الدم يعني. المهم انه الحمد لله القصه طلعت مفيش حاجه، بس كان لازم ناخد احتياطاتنا وكان لازم نعمل كل اجراءات السلامه والامان. ما ينفعش لا قائد الطياره ولا السلطات الطيران المدني هنا ولا الشركة الوطنية ولا القائمين على الأجهزة يبقى فيه نسبة ريسك ب1%، مفيش مخاطرة في الأرواح. عشان في بعض الناس يقولك ايه اللي عملتوه ده، طب اي حد يبعت جواب؟ القوانين كده وتعليمات الحفاظ والسلامة على الأرواح كده، ما فيهاش هزار، ما فيهوش 1 في المليار ريسك او مخاطرة حدش يقدر يتحملها، لان محدش يقدر يتحمل انه يكون سبب في ازهاق ارواح بريئه وامنه بعد الشر. عشان كده اتخذت مصر كل الاجراءات اللي تبع السلامه والامان اللي عاملها المنظمات الدوليه والاياتا وهيئه السلامه الدوليه، كل حاجه اتعملت صح لحد ما تاكدنا انه الحمد لله هذا الخطاب غير جاد وان مفيش اي حاجه تقلق، وتم تفتيش الطائره وتم اتخاذ كل الاجراءات. ومنذ قليل قبل انطلاق البرنامج اقلعت الطائره بركبها بسلامه الله ان شاء الله وصولا الى مطار موسكو في العاصمه الروسيه. مفيش قلق، بس عليك دايما انت تعمل الصح. حتى لو جالك 50 تهديد، حتى لو جالك 50 جواب، مفيش هزار في جواب. القصه انه سلامه الارواح اولا، نتاخر شويه، الجدول يتلخبط شويه، معلش. بس سلامه الارواح اولا، وان العالم كله يشوف ان مصر ما بتهزرش في اجراءات السلامه والامان، والعالم كله يشوف ان مصر اكثر الدول حرصا على الحفاظ على الارواح وعلى اجراءات السلامه. هو ده اللي يهمنا، وبعد كده سيبوا كل شيء لستر وفضل ربنا سبحانه وتعالى. عشان نطمن تماما على قصه الطائره المصريه اللي كانت متجهه الى موسكو او اللي متجهه الان دلوقتي الى موسكو، ومعنا على الهاتف كابتن طياره عمرو ابو العينين رئيس الشركه القابضه لمصر طيران. مساء الخير يا فندم. مساء الخير يا فندم. ازاي ما عليك يا فندم، بشارككم بخير. الحمد لله يا فندم. انزعجنا شويه وتوترنا شويه، لكن الحمد لله عدى الموضوع على خير. واهم حاجه فيه ان احنا عملنا اجراءاتنا بمنتهى الجديه والاحتراز. ده شيء طبيعي يا فندم، ان اي بلاغ بتهديد او اي وجود اي انديكيشن مؤشر بتهديد على الطياره يتم التعامل معاه بمنتهى الجديه الى ان يثبت ايجابيته او سلبيته. تمام. الحمد لله النهارده ثبت سلبيته. ف حضرتك ممكن بس تحكي للمشاهدين تفاصيل كده. هي طيارة ايرباص 220 كانت متجهة من مطار القاهرة الدولي إلى مطار دومودوف روسيا، العاصمة موسكو في روسيا. هي كانت رحلة رقم 729، اتحركت الساعة 10:40 وأقلعت تقريبا قبل الساعة 11 بدقائق. وبعدين بعد طيران طيارة في الجو، أحد الركاب في الجيب الأمامي في الكرسي اللي قدامه في فوميتنج باج، يعني مظروف كده لو حد اللي هي زي الكتالوج والكيس اللي بيبقى موجود فيه المهملات والحاجات دي، لان الكتالوج والحاجات دي ممنوع عشان الاجراءات الاحترازيه دلوقتي بقى. تمام. لكن الكيس ده موجود عشان يعني عشان لو حصل حاجه للركاب. بالظبط. تمام. فهو بيبص فيه، فبص لقى مكتوب عليه رساله تهديد في وجود قنبله على الطياره. تم ابلاغ الطاقم وتم ابلاغ الطياره اللي قرر على الفور العوده، ورجع الطياره هبط في القاهره الساعه 12:30 ظهرا. وتم التعامل معاه على طول من الجنايات النهائيه. يعني كانت طارت حوالي ساعة ونص تقريبا يا فندم. وما اتخذش قرار انه نكمل وخلاص، لا لازم نرجع.
لازم يرجع طبعا يا فندم، فهو رجع على طول. هو التحرك اللي هي بطلش الساعه 9 ونص يا فندم، متاسف لان الطياره اتحركت 10 دقائق، لكن هي الطياره طارت في الجو بعد كده. لكن الطياره على ما هبطت وقفت، لم تقف في مكان بعيد نائي عشان لو حصل اي حاجه لا قدر الله. صحيح. وبسرعه تم انزال الركاب من على الطياره وانزال حقائبهم وتفتيش الطياره باذن الله السلطات الامنيه وبالكلاب البوليسيه اللي هي كي 9 مدربه. كويس. هو الطياره كان عليها 94 راكب، اغلبهم مصريين، حوالي 56 راكب مصري. تمام. الباقيين جنسيات مختلفة يعني. واحدة احنا اللي يهمنا كابتن انه ما يجب ان يتخذ احنا اتخذناه وفقا للهيئات وسلطات الطيران الدولية والمدنية، انه اللي يتعمل عملناه صح. طبعا يا فندم يجب التعامل بمنتهى الجدية مع اي بلاغ زي كده، حتى لو كان في احتمال سلبيته نسبته عالية، لكن برضه لازم، حتى لو كان معاه. انا اسف يعني دعابة من حد سخيف يعني، برضه لازم يتم التعامل معاه بمنتهى الجدية. ما بنقدرش نحدد ساعتها هل هو دعابة ولا مش دعابة. طبعا 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 يجب التعامل معاه بمنتهى الجدية وبطل حرص ارواح ناس، ودي اهم حاجة عندنا. طبعا هو بقى السؤال دلوقتي على حضراتكم، وانا اكيد يعني مش محتاجين نشوف بقى مين اللي كتب ومين اللي وصل لهذا الكيس بالشكل ده. الامر اعتقد مع الجهات الامنية ومتواجدين طبعا، اكيد جهات التحقيق دلوقتي هتكتشف كل التفاصيل والحقائق يعني. لكن الطيارة الحمد لله اقلعت وهي في طريقها الان الى موسكو، او ربما تكون على شفا الوصول يعني. ان شاء الله يعني المفروض انها تكون وصلت دلوقتي باذن الله. طيب تمام تمام، انا بشكرك شكرا جزيلا، وكل الشكر وكل الدعم لشركتنا الوطنية اللي كلنا بنفخر بيها مصر للطيران. شكرا جزيلا كابتن عمرو ابو العينين.